السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام حار خاص مميز لآباء الشهداء وأمهات الشهداء ولأحبة الشهداء، وأعظم السلام والتسليم والحب والوعد والصدق بالوفاء للشهداء الذين قدموا دماءهم ليبقى جبيننا ورؤوسنا مرفوعة، وإن أصرت السلطة على أن تنكس هاماتنا فإن شهداءنا سيبقون علما ومعلما يجعل من السلطة تشعر بالقلق، وسأقول لكم لماذا. جريمة القتل لا تحتاج إلى قانون في البحرين ليجرم السلطة. في العالم هناك قانون دولي، القانون الدولي ينقسم إلى أقسام، قسمان معنيان بحالة القتل التي تمارسها السلطة بحق المتظاهرين أو المحتجين أو المعارضين أو المارة الذين يلاقيهم قوات يحملون السلاح القاتل فيعتقدون أن هذا الشخص متورط أو مشارك في هذه فيقتل. القانون الدولي الإنساني يعني معني مكون من 4 اتفاقيات يعبر عنها باتفاقيات جنيف. هذه الاتفاقيات معنية بالدفاع عن حالة الإنسان في وضع الحروب، الصراعات، مو داخل البلد، البلدين حينما يتحاربان ويحصل نزاع مسلح لابد من احترام الإنسان. تتذكرون الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله حينما تذهب سرية أو يذهب جيش للحرب، لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفل، هذه أخلاقيات واتفاقيات جنيف تتسق مع هذا المعنى، تمنع من التخريب ومن كذا. هناك مادة في هذه الاتفاقيات 4 مشتركة تسمى بالمادة 3 التي تحرم فيها حالة القتل لمن؟ للمدني. أي ابن وأي شهيد من شهدائنا غير مدني، غير أعزل، لم يكن شهيد من شهدائنا لا في الدوار ولا في خارج الدوار، لا في السجن ولا في مظاهرة، حتى وإن عبروا عن بعضهم بأنهم إرهابيون ومخربون، لم يكن مسلحا، فقتله جريمة. هذا بحكم القانون الدولي الإنساني، وبحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يهمنا كثيرا في البحرين. الأول هو للنزاع المسلح، ولكنه ينسحب ويؤكد على كرامة وحق الإنسان في الاحتفاظ بحياته. القانون الدولي لحقوق الإنسان في مادته 6 يؤكد على جريمة حرمان الإنسان من حقه في الحياة. السؤال، قد لم يقرأ أحد منكم للقانون الدولي الإنساني ولا القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن كل ضابط في الجيش أو في الشرطة أو في الأمن المدني، يعني جهاز الأمن الوطني وما إلى ذلك، لابد من أن يعرف هذا القانون. حتى وإن لم يكن يعرف فهو من مسؤولية الدولة التي توظفه وتصرف عليه وتدربه وتعتمد عليه في القيام بمهامه، لابد من أن يقرأ هذا القانون
لأنه في موقع قد يرتكب مخالفة لهذا الحق الثابت. أنا لم أستشهد بآية ولا رواية، ومن قتل نفسا بغير، هذه ثقافتنا، ولا هي ثقافة السلطة يفترض، لأن احنا بعد مو عايشين في دولة يحكمها يهود أو مسيحيون، لا لا مسلمون. بل في اليوم والليلة نسمع وسائل الإعلام تكرر القرآن الكريم، ما نبدأ فعالياتنا واحتفالاتنا ولقاءاتنا إلا كلها ويبدأوا بآي من الذكر الحكيم. فإذا القرآن الكريم هو هاديا لنا وأيضا للسلطة، هذا إن لم نكن نعتني بما يوجبه علينا الشرع الإسلامي. هناك قانون يوجب الحفاظ على سلامة الإنسان ويحرم القتل. نأتي للنقطة الثانية، الدولة بعد أن قتلت الشهيد علي مشيمة وأتبعته بالشهيد فاضل وأكملت حلقة أو سلسلة الشهداء بشهداء الدوار الأول وتبعهم الحالة المجموعة الثانية وفي السجن، هذا يعتبر بحسب القانون الدولي هذا تمادت، يعني حالة قتل واحدة ثنتين تكفي لإيقاف. بتقول لي كيف يعني انتم متظاهرين ومعارضين والدولة تقول ان هذا يهدد الامن؟ نعم نعم اتفق معك، اصلا الدولة لو لم تقم بواجبها في حفظ الامن شغلة قاعدين، لان هناك ما تحفظون الامن، شنو شغلكم عجل لازم تحفظون الامن؟ بس حفظ الامن ليس مقتضاه قتل الناس، هناك قاعدة الضرورة والتناسب متظاهر. انت تقول فرقت ما تفرق بقنابل صوتية، فرقت بقنابل مسيل دموع، يتفرق انتهى الموضوع. القتل جريمة لأنه لا يحمل سلاح، لا ما في تناسب. هذا التمادي استمر بشكل، حتى لجنة تقصي الحقائق كانت موجودة في العام 2011 منذ شهر 7 إلى شهر 11، يعني نتصل للجنة نقول لها بكو شهيد أحمد القطان، شهيد أحمد القطان. ليلة جمعة اتصلت بأحد الأعضاء رئيس القضاة في اللجنة، أقول لي هذا قاتلين، اتصل بهم قالوا إيه، ارجعوا إلى أخبار أحمد الشهيد أحمد القطان. وش تتذكرون وش موضوعه؟ لا لا فعلا ايه هذا قتل بالشوزان وكذا. عقب يوم او يومين او عقب ساعات اتضح لهم بان رشات الشوزان لا تتطابق مع رشات شوزان، تتذكرون لا تتطابق مع رشات شوزان وزارة الداخلية في اليمن. احنا في سوق مقاصيص اللي يبغى يروح يشتري حصيه، ما في شوزن في البحرين إلا لدى السلطات الأمنية. الاعتراف الأول على طول يجيبون اعتراف ثاني حتى لا يبقى الاعتراف. أتي لذكر موضوع الشهيد حسين الجزيري. الشهيد حسين الجزيري قتل في يوم 14 فبراير 2013، وفي ذات اليوم قتل شرطي في السهلة. يعني كما قالت السلطات أنا يعني ما شفت لأن إحنا صعب علينا أن نتابع فيما لا يسمح لنا به. قال لك انفجار موجود، هناك اعتداء، لو نروح مو بعيد علينا ان احنا نصير من ضمن المتهمين.
مع أن من حقنا، لأن إحنا الدولة تعرف، المسؤولين يعرفون أننا نحن ممن يجب علينا الحفاظ على الأمن والسلامة وكرامة الإنسان المعذب. أنت تحاسبني تقول لي ليش تقول في تعذيب؟ أقول لك شنو يعني أسكت عنك تعذب الأوادم وأنا أسكت عنك؟ مو أنت تمنعني، القانون والضمير والدين والأخلاق وإرادتي تفرض علي ألا أسكت عن جريمة التعذيب أو القتل أو الإيذاء أو السرقة أو وإلا اجعلنا خشب مسندة وخلنا نسكت ونقول نعم بارك الله فيك طال عمرك انتهى الموضوع شكرا لك حاضرين. لا، الشهيد حسين قتل قتلا عمدا وبشكل واضح وفي وضح النهار، تم محاصرة شرطيين، أخذ للتحقيق وأسلحتهم تحفظوا عليها، الشرطي يطلع متهمين أحدهم بالإعدام والآخرين بأحكام أقل من الإعدام، والمتهمين فقط للشهيد حسين الجزيري كفالة 500 دينار. اتفضل. أنا لست شوفينيا ولست عنصريا ولست وضيعا، عيب أن أقول هذا الكلام ولكنني أقوله متشرفا، أنا إنسانا راقيا بتأديب أمير المؤمنين وبتأديب القرآن وبأخلاق الإنسانية الراقية. دم الشرطي حرام ودم حسين حرام، ما بالكم تجرمون قتلة الشرطي وتبرئون وتخرجون وتفرجون عن قتلة حسين؟ قولوا لي هل أنكم منصفون؟ هذا طفل مر أكثر من عام لا يعرف أهله إدانة لقاتله، هل تعرفون ما الذي سيحصل؟ ربما سيقال بعد سنة أو سنتين، وإذا كان الشرطي مو بحريني وأعتقد اثنينهم مو بحرينيين، رجع إلى بلده وتاليها أعطوهم 60,000 دينار، احنا أولادنا ب60,000 دينار، حصنا من 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 هل الحنشل اللي عندكم يمكن بالمعرف، انا ما اعرف صراحه للخيول ولا ادري بكم، ما ادري بكم سعره، انا ظفر ابني انا اللي اسعره لانه طالع من فريده كبدي. الدوله مثقل كاهلها وكتفها بشهدائنا بقتل صريح وقتل غير صريح، بقتل واضح وبقتل مسبب. أنادي وأطلب وبوضوح للسلطة أن تسرع في جبر الضرر الذي وقع على الشهداء، وأن تقيم العدالة بميزان العدالة، لأن هناك قفلة، هذه القفلة لن تنفك، شعب البحرين لن يسكت عن شهداءه.